السلام عليكم. شكرا بزاف للتغطية الصحفية دائما أخبار الفجر سبور اللي كتحضر معنا في جميع المحطات. هذه الذكرى الرابعة اللي كتنظمها مدرسة فروق الأحياء وتنظمها كذلك بتنسيق مع فريق الحرية. الذكرى الدوري هو سنة خداوه الفريق، هو دوري ديال المرحوم الابن ديالنا أيمن الدوش اللي توفى على إطر حادثة السير، وكان لاعب منذ الفئات الصغرى مع نادي الحرية. وبالنسبة لنا احنا كنشكروا جميع الإخوان على رأسهم الإطار الوطني الأخ منير مبارك والأخت ربيعة النوري وكافة الأطر والأعضاء ديال المكتب ديال النادي، بالإضافة لتنشكروا جميع العائلة ديال اللاعبين ديال مدرسة فروق الأحياء اللي دائما تيحضروا معنا ودائما تيأجرونا. فهذه محطة كنستغلوا الفرصة أننا نشكروا الفريقين اللي كيجيو من إشبيلية، وتنشكروا كذلك اللاعب المحترف طوريس اللي شرفنا بالحضور هذه السنة، كذلك تنشكروا الإطار الوطني الإسباني المسؤول على الرياضة وخاصة كرة القدم بإشبيلية اللي حضر هذه السنة والسنة اللي مضت. فالدوري غادي تيكبر تيكبر بزاف. شكرا لفريق النادي القنيطري اللي تيشارك المرة الثانية السنة اللي مضت وهذه السنة، شكرا لفريق التحدي على المؤازرة ديالو والحضور ديالو في إنجاح هذه المحطة هذه، شكرا للجميع كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذه المحطة السنوية اللي كنذكروا بها روح ديال المرحوم أيمن ديالنا. وكنجددوا النداء لجميع المسؤولين على السير في هذه البلاد هذه، لا من سائقين لا من سلطات لا من رجال الأمن لا من كل من له مسؤولية على السير والجولان في هذه البلاد هذه، أنهم تكتف الجهود باش ما تبقاش تضيع منا أرواح. يكفينا اللي ضاعوا ويكفي أننا كنخسروا الناس اللي عزاز علينا وفلدت الأكباد ديالنا مقابل تهور ديال بعض الأشخاص. فأنا هذا نداء لجميع السائقين أنهم يديروا الحيطة والحذر، لأن أدنى خطأ صغير كيمكن يؤدي بحياة ديال شي إنسان، وخاصة إذا كان في مقتبل العمر وكيخلف آثار سلبية على الأسرة ديالو ولو المدة ديال واحد السنين ولا هذا. فاحنا ما بغينا حتى شي حد يتألم. وأخيرا كنباركوا العواشر جميع المغاربة، وتنشكركم بزاف وتنشكرك المهدي وتنقول لكم مبروك تبارك الله عليك. هذا فخر فخر، أنا شخصيا أفتخر إلى جانب مجموعة ديال القنيطريين كيفتخروا بك على أساس أنك صحفي مقتدر واللي كيتطور من خلال التكوين ديالو والدراسه ديالو. فشكرا ليك وهنيئا ليك. المرحوم ايمن الدوش اللي هو ولدنا اللي كان لعب في فريق الحريه، وكان نعمه الشاب اللي افتقدناه، خساره لينا ونادي الطيطره والاهلي ديالو. مربوش الدوري تنديروه كل عام في الدوره في الموسم الرابع ديالنا اللي تنديروا الدوري، تنمشيو نلعبوا مع هذوك الناس، عندنا معاهم واحد الشراكه معاهم تما في بلاسبان، تمشيو عندهم وتيجيو عندنا وتمشيو عندهم تيتهلاو في وليداتنا تيكون معاهم مزيانين. تنشكر لي فامي اسبانيول بوغ داكشي كاع اللي داروا لوليداتنا. تنشكر الفرق المشاركه، تنشكر فريق التحدي، تنشكر النادي القنيطري، الحريه، الجيش الملكي، الفرق كاع اللي شاركت معنا. تنشكر الحضور الكريم، تنشكر السي مسيد كريم، تنشكرو بزاف لأنه سهر وقف معنا، تنشكر الناس ديال التحكيم اللي ضربو معنا تمارة، تنشكر أعضاء المكتب ديال نادي الحرية، وما تتفوتنيش نشكر الناس اللي جنود خفاء اللي منهم سعيد، سي سعيد، سي العربي، سي كيزاوي، الناس اللي ما باينينش في الصورة ولكن تيديروا عمل كبير، إلا ما كانوش هما ما يوقفش هادشي. وتنشكر كل من ساهم في إنجاح هاد الدوري. ويا الملتقى ان شاء الله في العام الجاي يكون نديرو ان شاء الله بحال احسن هذا الدوري. للاشاره غيكون دوري غالبا في شهر 12 فيه اربعه الفراقي اللي غيقوموا يسهروا عليه نادي اف سي سي في، فيه سيفيا، فيه بيتيس، بيروتيروس والبورتيكال. غيكون شهر 12 من دابا وحنا نخدموا عليه. غيكون فلاش ديال 2009 2010، دابا غيكون 2009 2010، اما دابا كنا لاعبين 2010 2011. والناس ديال اسبانيا عجبهم شي دراري، انا ما تندخلش في هذا الشيء، كنتصلوا بالناس اللي استفسروا على الفرق ديالهم تهضروا معاهم مباشره، انا ما تندخلش في هذا الشيء. نشكر الناس البوليس اللي سهروا على السلطه المحليه، فالناس ديال البوليس اللي وقفوا معنا من نهار جاو الناس ديال اسبانيول هما معنا،
من لاكار من نزلوا في المحطه هما معنا. تنشكر السلطه المحليه في شخص الباشا القايد الخليفه المقدم كل شيء، الناس ديال القوات المساعده، السلطه المحليه جميعا، ونقدروا نشكروا حتى الناس ديال المجلس البلدي لانه على الاقل وفروا ما شيئا ما من I'm so happy to join this kind of tournament with Peloteros. It was my team when I was a kid, when I started to play football, and I enjoy a lot here. It's my first time, and I see that different culture, different kind of football in some ways, and it's really good that different countries meet here to have fun and enjoy football and meet young player. So I think this, we have to progress with this and continue, because this is really nice for Spain, for Morocco. I feel like Morocco is taking a lot of steps. Is working really good in the academy with the young player, and now we see in the top football Morocco is taking big steps. Is in the top football now in all the ways, and top Morocco player are playing the best leagues. So that means that the country and the people in Morocco is working really good with the young player.